السلام عليكم، ازاي اكشف على فيوز العربية؟ تعال نشوف. ده شكل الفيوز. طبعا احنا كسرنا الغطاء اللي عليه. الفكرة ان الحتة الرفيعة اللي جوه دي لما بيحصل overloading بتتحرق وبتفصل الاتنين دول عن بعض. فاول طريقة تكشف بيها على الفيوز هي طريقة فيجوال او بعينيك. بتبص على الفيوز، الحديد اللي جوه دي طالما هي موجودة يبقى الفيوز ده سليم، لو مقطوعة يبقى الفيوز ده ضارب. الطريقة التانية ان احنا هنجيب لمبة زي دي، بنوصل في كل طرف من دول سلكة هنلمس بيها الارضي بتاع العربية في جسم العربية. السلكة التانية هنلمسها على الفيوز من فوق، في هنا الناحيتين النقطتين دول، كل نقطة بطرف من اطراف الفيوز. لو لمسناه اللي هينور ناحية وناحية لا هيبقى بايظ، اللي مش هينور في اي ناحية او اللي هينور في الناحيتين هيبقى سليم. اخر وادق طريقة بالافو، بنعمل الافو على البزر اللي هو اللي بيصفر، وهنلمس الفيوز من الناحيتين كل ناحية. طالما الافو زمر كده يبقى الفيوز سليم. هي بمنتهى بساطة دول الطرفين، لو الطرفين لمسوا وزمر يبقى الكونكشن بينهم سليم فالفيوز سليم، لو ما زمرش يبقى الكونكشن ده مقطوع فالفيوز بايظ. فنجرب هنا كده، كده الفيوز سليم. في حاجة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها، في كل فيوز هنا عليه رقم، ده 7.5، ده 10، حتى هتلاقي الأصفر 20، الأزرق 15، يعني كل فيوز ليه رقم. ما ينفعش تغير الفيوز بأقل أو بأعلى. بمعنى هو الفيوز ده فايدته ان هو يضرب لما يحصل overloading على أي حاجة، خصوصا أكتر حاجة عندنا بتضرب الولاعة. فلو الفيوز مضربش الجهاز اللي جوه هيبوظ الحاجة اللي هو بيحميها. يعني مثلا فيوز المروحة، لو الفيوز هنا مضربش المروحة هي اللي هتتحرق. فلو انت غيرت مثلا الفيوز العشرة بعشرين، لو المروحة ما تستحملش العشرين دي المروحة هتتحرق. فهي كل فيوز ليه قيمة، ما ينفعش تبدله غير بالقيمة بتاعته، ولو بدلته بقيمة اقل هيتحرق اسرع ما من العادي. يعني اللي هو لو 10 انت لو ركبت 5 هيتحرق بسرعة، لو ركبت اكتر من 10 مثلا ركبت 15 او 20، الديفايس اللي هو بيحميه سواء كانت مروحة دينامو اي حاجة الفيوز ده عليها، الجهاز ده هيبوظ قبل ما الفيوز يضرب. لايك وشير لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم.